السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ، فيديو اليوم يخص مادة اللغة العربية لجميع مستويات الإعدادي، درس أسماء الأفعال. سوف تجدون شرح زائد نماذج إعرابية. أسماء الأفعال. أسماء الأفعال: اسم الفعل كلمة تدل على معنى الفعل ولا تقبل علاماته، وهو من حيث زمنه ثلاثة أقسام: اسم فعل ماض، واسم فعل مضارع، واسم فعل أمر. أسماء الأفعال مبنية، وهي تبنى على ما سمعت عليه من كسر وفتح وسكون. نتطرق الآن إلى جدول بأسماء الفعل المضارع. لدينا هذا الجدول يضم ثلاث خانات، أهمها اسم الفعل المضارع، معناه ثم إعرابه. كلمة بخن معناها استحسن، إعرابها اسم فعل مضارع مبني على الكسر والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. سوف نتطرق إلى إدراج أسماء الفعل المضارع في جدول يضم معظمها. اسم الفعل المضارع معناه إعرابه. لدينا كلمة بخن معناه استحسن، إعرابه اسم فعل مضارع مبني على الكسر والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. كلمة أفن معناه أتدجر، إعرابه اسم فعل مضارع مبني على الكسر والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. لدينا اسم الفعل المضارع أوهن معناه أتوجع، إعرابه اسم فعل مضارع مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. اسم الفعل المضارع آهن معناه أتوجع، إعرابه اسم فعل مضارع مبني على الكسر والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. لدينا كذلك أسماء الفعل المضارع وا وها ووي معناه أتعجب، إعرابه أسماء فعل مضارع مبنية على السكون. وآخر شيء لدينا بجل معناه يكفي، إعرابه اسم فعل مضارع مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو. ندرج الآن جدول يضم معظم أسماء فعل الأمر. لدينا اسم فعل أمر معناه وإعرابه. اسم فعل أمر سه معناه أسكت، إعرابه اسم فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. ولدينا كذلك اسم فعل أمر آمين معناه استجب، إعرابه اسم فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. ولدينا كذلك حي معناه أقبل، إعرابه اسم فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. لدينا اسم فعل أمر هلم معناه تعالى، إعرابه اسم فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. هيا معناه أسرع، إعرابه اسم فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. اسم فعل أمر عليك الصدق معناه إلزم، إعرابه اسم فعل أمر مبني على السكون والكاف حرف خطاب لا محل له من الإعراب والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، الصدق مفعول به. ولدينا كذلك أسماء الفعل أمر إليك عني، عنك معناه ابتعد، وكذلك لديك خذ، هاك نفس المعنى، ودونك كذلك، إعرابه اسم فعل أمر مبني على السكون والكاف حرف خطاب لا محل له من الإعراب. عني جار ومجرور متعلقان باسم الفعل إليك. لدينا كذلك اسم الفعل أمر أمامك، رويدك، مكانك، معناهم تقدم، تمهل، أثبت، إعرابه اسم فعل أمر مبني على الفتح
والكاف حرف خطاب لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. لدينا كذلك اسم الفعل أمر حذاري، معناه احذر، إعرابه اسم فعل أمر مبني على الكسر، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. بداري، معناه أسرع، إعرابه اسم فعل أمر مبني على الكسر، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. هنا الجدول التالي يضم معظم أسماء الفعل الماضي. اسم الفعل الماضي معناه إعرابه. بطآن، معناه بطء، إعرابه اسم فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو. اسم الفعل ماض سرعان وشكان، معناه سرع وشك، إعرابه اسم فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو. اسم فعل ماضي شتان، معناه بعد وافترق، إعرابه اسم فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو. نماذج إعرابية: ويل أكول لا يشبع. وي اسم فعل مضارع مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. لي لام حرف جر مبني على الكسر. أكول اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الأولى والثانية للتنوين. لا نافية مبنية على الكسر. يشبع فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. دونك الكتابة، دونك دون اسم فعل أمر بمعنى خد، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. الكاف حرف خطاب لا محل له من الإعراب. الكتابة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لدينا نموذج إعرابي آخر: أمامك سر. أمامك اسم فعل أمر بمعنى سر، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. الكاف حرف خطاب لا محل له من الإعراب. سر فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. شتان العمل والكسل. شتان اسم فعل ماض مبني على الفتح بمعنى افترق. العمل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. واو حرف عطف مبني على الفتح. الكسل اسم معطوف على العمل، والمعطوف على المرفوع مرفوع مثله. فين؟ ما شوفي عليك الاجتهاد والصدق. عليك اسم فعل أمر مبني على السكون بمعنى إلزم. والكاف حرف خطاب لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. الاجتهاد مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والواو حرف عطف مبني على الفتح. الصدق اسم معطوف على الاجتهاد، والمعطوف على المنصوب منصوب مثله.